مغرى هي بلدية وليد النعامة مجاهدة. هناك من حفر قبره بنفسه بأمر من المستدمر، وهناك من قاوم كتيبة فرنسية لوحده يوما كاملا وعند الظلام التحق بالجبل، وهناك من قشر له المستعمر إصبع الشهادة، هناك الشهيد لم يمت، وهناك من بقي آثار النابالم على وجهه، وهذا غيظ من فيض. فهذا الوطن فداه أبناؤه بكل غال ونفيس. فقد قال أحد الدعاة: إني ذاهب إلى الجزائر المنورة. فقيل له: هناك المدينة المنورة. فقال: أجل، المدينة نورت برسول الله صلى الله عليه وسلم، والجزائر نورت بدماء الشهداء، فكل قطرة تضيء ما شاء لها الله بها أن تضيء. السيد واسط الجمهورية، السيد الوالي، فهذا الوطن الغالي ليس صيدا متاحا، فقد تعلم أسلوب البقاء والثبات. فهذا الوطن يخرج دوما معافى من المحن التي يمر بها، فالشعب الذي عانى ويلات الاستعمار لن يخون ولن يرضى بالعار، حتى وإن أشعلوه بالنار. هذا الشعب لم يركع للملوك، فما بالك بأشباه الملوك. فهذا الشعب وهذا الوطن محمي بقدر إله، ولن يركع إلا لله. وفي الأخير، السيد واسط الجمهورية، السيد الوالي، إن أهل البلدية يستبشرون خيرا بقدومكم، لعل الله يعود بالنفع العميم والخير الكثير من خلال زيارتكم لبلديتنا. كيف لا وقد جاءت بين مناسبتين، الأولى الدخول الاجتماعي منذ أيام، والثانية مولد النبوي الشريف بعد أيام. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. من أجلك يا، من أجلك يا، يا وطني، أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا، نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا، فجرنا الثورة من أجل سجل يا ظهر معالينا، والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أيادينا. من أجلك يا، من أجلك يا، يا وطني، جيش التحرير وجبهته